أيضا وزير العمل كان قد تحدث عن برنامج جديد اسمه برنامج توكيد لتأكيد التزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة في المنشآت، وخصوصا أنه الآن سنشهد فتحا لهذه القطاعات، وأنه حث المنشآت على تفعيل مبدأ الرقابة الذاتية للالتزام بإجراءات السلامة العامة. بدنا نتابع أيضا هذا الموضوع، ينضم إلينا الحديث حوله سلطان علان عضو غرفة تجارة عمان. أستاذ سلطان مساء الخير. أستاذ سلطان مساء الخير. مساء النور حبيبي. كيف تابعتم القرارات الأخيرة؟ هل كانت بالمستوى المأمول؟ يعني إحنا كنا بنتوقع إنه تصدر قرارات موضوع حظر الجمعة حسب المتوقع. نعم. موضوع الرقابة الذاتية للمنشآت الخاصة والقطاع الخاص هو ما كنا ننادي به من بداية الجائحة، إنه العمل على الوعي وعلى الالتزام الذاتي أهم من أنك أنت تغلق منشآت ولما تفتحها برقابة تقريبا 13 جهة رقابية. اليوم عندنا كل جهة تختلف بينها وبين الجهة الأخرى حول معايير الرقابة ومن حدة الرقابة أو من ليونة الرقابة، وبالتالي مرات ما في أمور واضحة للقطاع الخاص أنه شو المطلوب منه، متى يتحمل مسؤولية التجاوز إذا كان هناك تجاوز. فكانت في بصراحة نوع من الإرباك إحنا شهدنا، ولكن في غرفة تجارة عمان كان في دور بناء خطوة للأمام من خلال الاجتماع مع معالي وزير الصحة ومع أيضا اللجنة المناط فيها متابعة الأمر الوبائي في المملكة، وبالتالي سمعوا منا سمعنا منهم، وبالتالي أنا بتوقع أنه كان في نوع من تغيير نهج التفكير. مرات بعض التفاصيل في بعض القطاعات كان مهم أنه اللجنة الوبائية تسمعها وتعرف أنه شو ممكن يكون في حلول مقترحة. أنا النهج اللي بشوفه اليوم بشوفه جيد ولكنه غير كافي. يعني أنا كنت بتمنى أنه نباشر في فتح القطاعات، ماشي التدريجي مطلوب، ولكن عم نروح بنشوف التدريجي عم بوصل فينا لشهر 3، وبالتالي القطاع الخاص لا يقدر على احتمال الانتظار أكثر من ذلك. أنا بتمنى أنه يعاد النظر في موضوع إمتى أفتح صلاة الأفراح، إمتى أفتح المطاعم الكبرى، إمتى أفتح المسابح إلى آخره، السينمات. أنا السينمات يعني ليش اليوم أغلب دول العالم عم تفتح السينمات؟ لأنه السينما يسهل التحكم فيها في مقاعد الجلوس، ويسهل التحكم في المخارج والدخول والخروج. ايضا صلاة الافراح عم بلاقي انه في وكانه هذا البعبع اللي احنا ما بدنا نفتحه نهائيا، ولكن ما عندنا مشكله انه تنتقل الافراح من الصلاة الى المزارع، ومزارع لا حسيب ولا رقيب. فبالتالي طبعا ممكن حد يقول لي في مزارع بالشتاء، في مزارع بالشتاء، في منطقه غوريه ممكن تعمل فيها، في اليوم صارت في خيم في المزارع. وبالتالي انا بتمنى انه ما نوقف عند حدود الخوف. نعم. نوقف عند حدود الالتزام والحرص على الالتزام. انا مع انه تجديد الرقابه، مع نحاول نلاقي حلول، ولكن مش مع انه ناجل قطاعات نخليها مغلقه واحنا غير قادرين على اعاشتها. يعني احنا للامانه لغايه هذه اللحظه متروك قطاع زي قطاع صلاة الأفراح وما يتبعه من قطاعات، حوالي أكثر من حوالي 18 قطاع تابع لصلاة الأفراح متروك، ما حدا عم بيفكر فيه بصراحة. نعم. يبقى العمل بساعات الحظر الليلي معمولا به حاليا، قديش بيأثر هذا الموضوع على القطاعات التجارية؟ يعني شوف، اليوم احنا عم نحكي الساعة 11، احنا بفصل شتاء، أنا ما عم بشوفه بيأثر كثير بصراحة. الأهمية كانت فتح يوم الجمعة، لأنه فتح يوم الجمعة يوم كامل، يوم عمل كامل، ويوم متميز لبعض مثلا القطاعات زي المطاعم، زي الحلويات، زي مثلا أسواق وسط البلد. فبالتالي في كان تركيز يوم الجمعة عندنا أهم من أنه نحكي أنه بساعات عمل. أنا ما بتوقع أنه في تأثير كبير، إلا أنه اليوم ما يؤلم اللي هو حابين نشوف عجلة الاقتصاد بتدور. نعم. بالكامل، عشان تدور عجلة الاقتصاد عم نحكي عن المدارس، عم نحكي عن الجامعات، نحكي عن المعاهد، نحكي عن المعارض. اليوم المعارض، طب ليش المعارض عم بتصير في كل دول العالم اليوم ولكن بتقنين؟ وأنا بتمنى أنه ما نعتبر أنه الشهر والشهرين أنه يعني مدة بسيطة، لا، اليوم في قطاعات
يعني قد تنهار قبل ما نوصل للشهرين أو للثلاث شهور. فبتمنى أنه يعاد النظر بكل الآليات المتبعة. إحنا كنا بنتوقع بصراحة أنه يكون الجمات تفتح، الجمات بحد ذاتها أنه الفتح الفوري لها المفروض اللي يكون فوري. ليش؟ لأنه أعطيني أنا كود أمشي عليه، أعطيني تعليمات أمشي عليها وبحافظ عليها، أعطيني نسبة استيعاب، نسبة يعني. ولكن أنه أنت تأجل، والله يا أخي الكريم يعني أنه في قطاعات عم تحسب كلفها باليوم. نعم. اليوم أصبح اليوم مؤثر، اليوم أصبح هو اليوم في قطاعات كثيرة. اليوم عندك قطاع السياحة ما عم بلاقي، وقطاع السياحة ممكن يتحرك على السياحة الداخلية في حالة أنه عدنا فتح الصلاة الأفراح واوا وإلى آخره. وبالتالي أنا ما بعرف زي اللي إحنا من نفتح القطاعات وخايفين، وأنا بقرأ الخوف. طيب من حق كنتوا تنتظروا من الحكومة بعد يعني هذه الخسائر طيلة الفترة الماضية أن يكون في قرارات بإعفاءات أو نوع من التسهيلات الحكومية؟ اليوم إحنا الحكومة يعني اليوم لما طرح برنامج استدامة، هو برنامج لدعم إبقاء العاملين، لأنه القطاعات المتعطلة والأشد تضررا غير قادرة على استبقاء العاملين لديها. وبالتالي أمام أوامر الدفاع وأمام الحالة اللي إحنا بنمر فيها اليوم غير قادرين على تسريح العمال. القلق اليوم أنه أنت دعمت العمال لست شهور، ولكن ماذا بشأن صاحب العمل؟ يوم صاحب العمل مش بس العمال عنده مشكلة، عنده مشكلة في الإيجارات، عنده مشكلة في الكهرباء، عنده مشكلة في الأقساط اللي عليه، عنده مشكلة في الالتزامات الموجودة عليه الضريبية وخلافه. بالتالي اليوم التوقف عن العمل خلق عندنا بصراحة نوع من الإرباك. أنا ما عم بشوف برنامج لإنعاش موضوع تحديدا صاحب العمل، غير موجود لغاية هذه اللحظة، غير موجود. وما نخشى أنه عند عودة القطاعات للتشغيل وعند زوال الجائحة نكون قد فات الأوان على إبقاء هذه القطاعات عاملة. أنا ما أخشى أن نلاقي نوع من الانهيارات في بعض القطاعات، نلاقي نوع من التسريح الجماعي للأيدي العاملة، وبالتالي حنخلق حالة سيئة ساعتها ما رح نقدر نعمل إيش. أنا بتمنى اليوم يتم المراجعة وفي حلول، ممكن تكون حلول ابتكارية مالية. اليوم البنوك عندها احتياط كبير، ممكن توجهه للقطاعات المتعطلة، خاصة عند ممكن تعمل تو ستيج خطوة، يعني مرحلتين. مرحلة أولى إبقائها على أنه تقدر تكمل هالمسيرة 4-5 شهور اللي قادمات، وبعد هيك يكون عندنا نوع من أنه مجرد ما رجعت هاي القطاعات تشتغل يكون عندنا دعم قوي لهم حتى أنه ترجع العجلة تدور. نعم. إحنا لحالنا المسؤولين أنه نرجع العجلة المحلية تدور. إذا ما قدرنا إحنا نعمل هاي الخطوة ونخطط لها بشكل مزبوط، أنا بتوقع أنه الخسائر راح تكون كبيرة وراح نندم صراحة. نتمنى أنه تنتهي هذه الأزمة على خير. الأستاذ سلطان علان، عضو غرفة تجارة عمان، شكرا جزيلا لك. العفو. يمكن واحد من الموضوعات المهمة أنه كثرة المنصات وكثرة البرامج. يعني المؤتمر الصحفي وزير العمل بتكلم فيه عن برنامج جديد اسمه توكيد، بطلنا عارفين لإيش هاي البرامج. أنا كمواطن أنو برنامج بدخل فيه، أنو برنامج بعنيني، أنو برنامج ما بعنينيش. بتروح حتى على مستوى عملية التلقيح، بدك تسجل في منصة، وإذا طلعت أعراض بدك تسجل في منصة، تبعث من خلال هذه المنصة تحكي لهم صار معي الأعراض 1-2-3. وطبعا على مستوى الضمان الاجتماعي استدامة وتكافل وتكامل ومساند ومش عارف إيش. المواطن يشعر بحالة من الإرباك. خلينا نخفف المسائل ونهونها على المواطن ونشعر بأنه المسألة يعني تسير بطريقة أسلس وأسهل من هيك.